انا لسه لاعب اللعبه اللطيفه دي، تمام؟ دي اسمها فروم داي تو داي. اللعبه بتحكي عن حد المفروض ان هو اشترى بيت، والبيت دوت هو راح عشان يستلمه وعشان يستكشف البيت، يعني عشان يشوف البيت دوت شكله عامل ازاي. بس اكتشف ان البيت دوت المفروض ان هو فيه حاجه غريبه مش مظبوطه. مش هحرق لكم ايه هي الحاجه دي، تمام؟ انا هسيبكم ان انتوا تستمتعوا بالفيديو. ها الجرافيكس عالي قوي. اوكي احنا ايه ده؟ I need to find a way to get into house. اوكي احنا عايزين طريقة عشان نخش للبيت. لايتر، فلاش لايت، ليفت ران، الحاجات بتاعتي المفروض الموفمنت ازاي؟ لوكت. ماشي، دلوقتي ان احنا المفروض ان احنا عايزين نخش البيت، نخشه منين بقى؟ اكيد طبعا need something to open the window. اوكي غالبا ممكن تلاقي حاجه هنا. طب اوكي لا، عايزين طفشه معروفه يعني. اها اوكي لقينا كشاف، واضح ان الحاجات كلها هنا. هقول لك على حاجه، ايوه مفتاح ماشي، ودي ايه؟ ودي عده بس مش عارف عده ايه. ويت كده ويت كده، اوه لايتر. اوكي هل في حاجه تانية المفروض اجيبها طيب ولا ايه؟ ماشي، هو في مديني مطلع هنا اكيد اكيد ممكن الاقي حاجه هنا اهي. هات يا ابو عمو اتكلم في ايه، بس الحاجة مش باينة. بس اوكي تقريبا جبنا كل الحاجات اللي احنا تلزمنا، اعتقد ان احنا ممكن نفتح الباب. ايوه طفش الباب ده. واه اوكي ماشي. الو الو اوكي خلينا نخش. ابو عمو ما انا لسه جاي يا ابو عمو، معايا كان معايا الحاجه، ما انا لسه ابتدى لسه مطفش البيبان ولسه. اوكي لا رايت كليك تقريبا، رايت كليك. ها يا جماعه الله برامي ايه يا جدعان. طيب ماشي، واضح ان في حد في البيت. باي، عايز البيت بس يلا بينا. مش فاهم انا ايه. طيب انا لسه بنبتدي، انا لسه اللي هو انا قلت طيب مش هتخض من الاول كده يا عم، الله يخرب. عايز طيب عادي من الناحيه الثانيه يا عم، لسه داخل يا عم ولسه بقول يا هادي مين الست الحاجه اللي جوه دي. بقول لك ايه حاجة، ايه ده مفيش حد يا عم. واحد بيتنفس بقفايا، ما علينا. كونتنت نوت افيلبل ان ذيس ديمو فيرجن. اوكي طيب ماشي يا عم ماشي يا عم، واضح ان انا هخش هنا. انا ولعت في البتاع. اوكي يعني انا رايت كليك بيخليني انتراكت مع الحاجات. هلا والله شباب، بس الافكت بتاع الست اللي كانت هنا ده كان جميل قوي. ذا كي دازنت فيت، نيد تو فايند سمثينج تو بيك. واضح ان انا هنموف فورورد يا جدعان. اوكي اوباز يا ابو عمو، صباح الفل يا اسطى. لا اثبت اثبت بقى، ما بحبش انا الحركات دي. تحاولش. ايه البوكس ده بيقول ايه؟ هلا والله. اوه ايوه عايز ايه يعني؟ هو ده هوز ايميلي، هوز ايميلي. ايوه بقول لك ايميلي دايري او مذكرات ايميلي. مين ايميلي؟ ما ينفعش اسلايد. اوكي الف البتاع ما ينفعش، صور ما فيش صور.
مش شغال، ده مش شغال. اوكي طيب، ايه ده؟ هلا والله. ايه ده، في قطة؟ اوكي ده قطة، يعني قطة يا اخوانا، قطة قطة. طيب حد يشوفها من الله، قطة الحمد لله. ايه ده؟ اوكي ده تقريبا عشان نفوق. هات بقى، هات بقى. ايوه ايه؟ ايوه بقول لك ان هو هيبقى فيه احتفال اول ما الناس تقريبا تطرد اخر ويتش، ويتش اللي هي اللي هي الويتش، عارف انت اللي هي اللي ايه، ساحره، ساحره شريره ومستديره. اها اوكي، لقينا حاجه. ايه ده؟ افتح اهو. لا اثبت بقى، هقول لك. في حد مش فاهم صح؟ حد مش فاهم، ما علينا. طيب فتقريبا في حاجة خضة حصلت بس أنا ما حضرتهاش، فهرجع عشان أتخض تاني. يا جماعة كنت بتحاول تخضني بهمه. في حاجة هنا؟ آه أوكي. ماريو هنا؟ لا لا لا، ولد ولد في ايه؟ ايه ده؟ طيب اوكي، ده نيو، ده ده نيو، ده جديد ده. اوكي اوكي لا اثبت. طيب اوكي، هل في حاجة تانية ممكن؟ اوكي طب خلينا ناخد ده كده. اوكي هل ينفع؟ ايوه هات البتاع. ويت 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 ويت. ايوه يعني هو البتاع كانت موجودة في الباب، بس أنا كنت فاكر إن الباب كل شوية يخش، كل ما أجي أدخل عليه يقول لي ده ديمو فيرجن، ما ينفعش. بيقول لي ده ديمو فيرجن، ما ينفعش إن أنت مين إيه ده في إيه؟ ديمو فيرجن فما يخشش، فده اللي خلاني إن أنا مش هخش. هو في إيه؟ جبرت كده خلاص؟ يعني اللعبة المشكلة إن هي ما بتديناش أوراكشن، عارف أنت، إن إحنا نعمل أي حاجة، عارف انت؟ اوكي اوكي ايوه اعمل ايه طيب؟ اكسيد دي ادخلها جوه يعني ولا اعمل ايه؟ اوكي مش يبقى واضح اننا هندخل البوكسات. بدأت تنتابون القشعريرة يا اخوانا، ولما بتبدأ تنتابون القشعريرة يعني بالعادة لازم يحصل حاجة غالبا. خلينا نودي اخر بوكس، افتكر بتاع الأوضة هتنفجر. ايوه need to close the door on the bolt which are located in the hallway and hang the. ايه ده؟ بقول انا محتاج ان انا اقفل الباب. قفلنا الباب وعلق المفاتيح هنا. في حد هيبقى موجود هنا soon. بيقول لي ان انا اقفل البيبان اللي هي في الهول واي، تقريبا دي دي اللي في الهول واي. في باب تاني مفتوح، اقفل ده كمان. يلا يا سلام. اه انت تربسها. I'm going back to my room to get ready. Which room؟ دي ماريا. ايه يا اخوانا في ايه؟ لودينج. اوكي وير ميكينج بروجرس افتر ديز ليتر. مش طيب، انا لازم اركز مع التفاصيل يا اخوانا. احنا اوكي المشكله كلها التفاصيل، التفاصيل التفاصيل. احنا فين؟ فايند ذا اكزيت
واي. اوكي بيقول لي الاقي ال ال مش جاي يا اسطى، مش جاي حاجه، مش جاي. اوكي مش عارف، مش هينفع، مفيش مكان تاني. اوكي يا برده بلاد. مش فاتح. اوكي الباب ده مش هيتفتح الا عشان دي ديمو. بقول لي فايند اكزيت. اوكي باي. واضح ان انا زعلت حد. شفت التراوش كنت عمالي بتراوش وخلاص، ترمي عمالي بترمي فات خلاص. وين لي باي. مين كي ايه ده، الغرفه اتصلحت. طب نايس حلوه. لا ما اتصلحتش، عملوا كوبري. القطه لسه موجوده. كي تاي ايه ده، الباب اتقفل. قرب قرب. في حاجة تانية طيب ممكن نجيبها؟ اوكي البوكس، البوكس مفيهوش حاجة. هل ينفع نطلع فوق؟ الدولاب فيه حاجة طيب؟ الموضوع يا جماعة بيسوق، الموضوع بيسوق مني. ثانك يو فور بلاي. اوكي ما عارين. لا الموضوع ظريف، في كام حته كده كانت لطيفه، الحته اللي في الاول خالص والحته اللي في الاخر خالص دي، يعني عارف انت اللي هو ما توقعتش بصراحه، عارف. بس ايش عموما يعني، يا رب يعجبكم عجبكم الفيديو، حابين نشوف فيديوهات ثانيه من العاب رعب او من العاب مختلفه، اتاكد انتم لايك وسبسكرايب وشوفوا الفيديو الجاي. سلام. اوه ناقص اهو اللي بيجرى. مبوش خلاص، مبوش قلت علامة عشان نعرف نشوف كده. تاتشي مي تاتشي مي تاتشي كده بسرعة، وحاطيني في اخر ثانية.